سبت كل شغلك وسبت البيت اللي في سان فرانسيسكو اللي انت ما دخلتوش تقريبا. هو لسه هناك يعني، بس البيت موجود بس مالكش دعوه. واستقلت واستقلت في مارس 2019. قبليها كنت جيت مصر بقى، كان عندي تشالنج او حاجه صعوبه مهمه جدا، اللي هو انا عايز بس اعين على الاقل اول موظف في الشركه بتاعتك. فانا عايز اضمن ان انا هعرف اعين ناس. وكنت انا عايز اعين مهندسين عشان عايزهم يفكروا بطريقه هندسيه منظمه، يعني عندنا مشكله خطوه 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 زي بيبنوا حاجه بالظبط كده. جبت مهندسين فجيت بقى على واحد مهندس كان بيشتغل معايا قبل كده في بروجكت معينه، يعني عبر الحاجات اللي انا اشتغلت فيها في فيسبوك وكده وفي جوجل زمان برضو، وقلت له بص انا عايزك بقى تسيب شغلك وتسيب الحاجات دي وتشتغل معايا في الشركه الجديده. هتبقى حنوتي انت اللي قلت ما قلتش حاجه. ما قلتش حنوتي دي لغايه دلوقتي. ده بقى دلوقتي احدث حنوتي في بلدنا. بس جبت بقى فاقنعته، قلت له بص مقتنع باللي انا بقوله، دي المشكله هي عايزين نحلها، دي اللي ممكن نحلها ازاي كذا كذا، وانا عايزك معايا بقى وسيب شغلك. موافق؟ هو غالبا يعني وافق علشان كان بيشتغل معايا قبل كده، فقال ايه انا ضامن الراجل ده مخه برضه ممكن يجيب حاجه. بالظبط. فقال لي اوكي، قلت له طيب هدي لك بقى تشالنج، انا هسافر اسبوعين ارجع امريكا وارجع، عايزك بس تجيب لنا واحد كمان. قلت عشان هو يمكن هو بس عشان اشتغل معايا قبل كده فبيجاملني مثلا. فقلت له بص احنا دور لي بقى على حد كمان برضه مهندس. رحت اسبوعين ورجعت لقيته جايب 12 شخص كلهم موافقين. 12 مهندس 12 شخص لا مهندس بقى على مهندسه بقى على مختلفين بقى على بس كلهم شخصيات متعلمه تعليم كبير وكلهم موافقين ان هم يسيب شغلهم يشتغلوا في المجال ده. تمام. وبس اخترت منهم واحد حكايه يعني، وابتدينا بقى الشركه في 2019. ومن هنا ابتدت بقى اسمها سكنه. السكنه دي من السكون والهدوء. السكن، وبرضه فيها جزء تاني هو السكن. هو الاختيار اسم الحقيقه يعني رائع عبقري يعني بصراحه. جبته منين ده؟ عملنا ريسيرش بالهبل. قعدنا نفكر بقى الاسماء ايه، طب وازاي يبقى فيها الحاجات اللي احنا عايزين نحققها زي السكون والهدوء. فكلمه سكون فيها سكون وهدوء، بيس اند ترانكويليتي، والثانيه اللي هي ريزيدنس او السكن المسكن. ما هي شامله للسكون بالظبط وشامله المأوى. وكمان هي ما تتكتب بالانجليزي، هي كلمه قصيره. فلما تيجي تحولها لاي دوله تانية مش هتفهم عربي بقى، هتتكتب بطريقه سهله ومفهومه وما فيهاش غلطات كتير وهكذا. تمام. يعني انت عامل حسابك ان ده اول فرع. طبعا اول فرع. جبت كام عربيه بقى؟ الموضوع بقى ما كانش سهل كده. احنا اول حاجه خالص عملناها في 2019 ان احنا رحنا حضرنا الجنازات. رحنا حضرنا جنازات متعينوا. بنشوف ايه المشاكل اللي الناس بتقابلها. كويس. يعني ايه ده الناس ما بتلاقيش الجزمه بتاعتها بعد ما يصلوا مثلا. تلاقي مثلا ان الطريق زحمه ومحدش عارف هيقف فين ويتجمعوا فين، فالناس بتتوه. كل بقى المشاكل اللي انا قابلتها في 2005 لقيتها هي واكتر منها في 2019. ونفس الكلام. عملت دراسه جدوى. ونفس الكلام شوفوا بقى شوفوا ايه المشاكل فين عشان تشتغلوا عليها بالظبط كده. يعني حتى الجزمه الحذاء بتاع الناس وهي داخله تصلي ده بقى مسؤوليتكم. ازاي نوجد لها حل بحيث الناس تلاقيها بسرعه. ازاي مثلا الناس توصل للمقابر من غير ما تتوه باللوكيشنز وبتاع ويتجمعوا في حتت معينه. وازاي نبقى مثلا ما نخشش بقى في شوارع ضيقه والعربيات تبقى في مطبات، يعني كل الكلام ده درسناه. نفس الوقت سافرنا بقى 7 دول، سافرنا سنغافورة وماليزيا واندونيسيا. نبص بقى على اشطر ناس في المجال ده، اشهر حنوتيه بيعملوا ايه علشان ما نخلقش العجل من الاول، عايزين نشوف هم وقفوا فين بالظبط بالظبط ونعمل احسن وتكمل كمان بالظبط. فسافرنا بقى ال7 دول دول وعملنا ريسيرش خطير يعني. وبعدين جيت بقى رجعت. فين بقى سنغافورة ورحتوا فين؟ رحنا سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وتايلاند وفيتنام. وانا طبعا رحت امريكا واتعرفنا بقى على حنوتيه من مختلف انحاء العالم، من اليابان ومن استراليا مثلا. وجيت بقى هنا تاني برضو اتعرفت على الناس اللي شغاله في المجال اللي بقى لهم بقى 50 سنة و40 سنة، المعلمين بقى. الحاجة مش عارفين الحاج مين بالظبط، لان هم كمان برضو كان عندهم تشالنجز. ما هو الموضوع مش فوضوي وعشوائي كده، مفيش حد عايز يعمل شغل وحش. بس هم نفسهم عندهم تشالنجز
صح؟ فمثلا كنا عايزين نعرف ايه المشاكل اللي بتواجههم، النظرة المجتمعية عاملة ازاي، ليه الناس مثلا بتبص لهم بصة مش كويسة، تتشائم منهم بصراحة. صح. ازاي يقدر يجهز جدوله ويبقى عارف هيقدر ياخد اجازة امتى، والكلام ده الكلام ده كله يعني حاجات مش معمولة. فبتنا نبص برضو من الناحية دي. فدي كانت اول المشوار. وطبعا مفيش حد خالص عشان حاجة جديدة، مفيش حد كان راضي يشتغل معانا خالص في الاول.